الانتخابية هي تخدم اليوم التنصيب تاعها اللي هو اليوم الصحي السعي الى انطلاق الاستشارة المتعلقة اليوم على تنصيب لجنة محلية للسهر على تنظيم تحضير الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في 3 نوفمبر 2020. اللجنة هذه المحلية تكون من 8 مقاييس مقسمة على حساب جملة من الاختصاصات، لعل أبرزها مقياس الصحة وتنفيذ إجراءات البروتوكول الصحي، أو مقياس العمليات الانتخابية، ومقياس تأمين المحيط الانتخابي أو تأمين صيانة المحيط الانتخابي. كل هذه المقاييس تحمل في التنسيق فيما بينها من أجل إجراء انتخابات أو استفتاء في ظروف مثالية إن شاء الله.